أكد نشطاء أن اليمن تعرضت لأكبر نكبة في تاريخها الحديث على أيدي ميليشيا الحوثي الإرهابية التي سيطرت على مؤسسات الدولة ونشرت الفوضى والخراب والدمار والتفجير والبؤس والخوف في كل المدن التي وطأتها مسيرة الموت الإرهابية. وقال نشطاء إن النكبة الحوثية هجرت وشردت ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا، واختطفت الآلاف ودمرت التعليم والاقتصاد ومنعت الرواتب وزرعت الألغام وعطلت الحياة وحولتها إلى سجن لا يطاق. وفي هذا السياق رد الناشط صادق الوصابي قائلا: في هذا اليوم وقبل 9 سنوات كنا نتابع بذهول سقوط المقرات الحكومية السيادية على أيدي الغزاة القادمين من الكهوف، وكنا مسعوقين ونحن نرى البرابرة الجدد وهم يدنسون صنعاء ويجهزون بحقد على الدولة، فيما كانت كتائب التبرير تبارك دخول القوة الفتية. فيما غرد الناشط الحقوقي رياض الدبعي: قبل انقلاب الحوثيين كنت أعيش مع أسرتي في بلد اليمن ولدي وظيفة ومرتب جيد، وكنت أدرس أطفالي في مدارس أهلية وأزور أمي وأبي كل 6 أشهر بتعز، واليوم وبعد الانقلاب الحوثي أنا مشرد مع أسرتي وفقدت عملي ولم أستطع زيارة أمي وأبي منذ 8 سنوات. من جانبه غرد الإعلامي عبد المحسن المراني حول النكبة الحوثية قائلا: صورة تختصر الكلام وتوضح الفرق بين ثورة التعلم والكرامة والثقافة والجمهورية والنظام والقانون، وبين النكبة والجهل والظلم والاستبداد والعنصرية السلالية ونظام الولي والفقيه. ولفت النشطاء إلى النكبة الحوثية بمثابة مشروع حقد تدميري يتجاوز أثره التخريبي اليمن إلى دول الجوار والمنطقة كخنجر وأداة إيرانية قذرة هدفها زعزعة أمن واستقرار اليمن ومحيطه وهويته العربية. وفي هذا الإطار غرد الكاتب الصحفي عبدالله إسماعيل قائلا: نكبة 21 من سبتمبر أظهرت جماعة الحوثي كأداة قذرة في مشروع إيراني مدمر هدفه استلاب اليمن وتحويله إلى جبهة إيرانية متقدمة للإضرار بالعرب والجوار. وأشار النشطاء إلى أن الآثار التي لحقت باليمن جراء النكبة الحوثية أكبر من أي نكبة تذكر، مؤكدين بأنه حدث أشبه بعملية استيلاء ونهب لن تدوم أو تصمد طويلا. وفي هذا الصدد غرد وكيل وزارة العدل فيصل المجيد قائلا: لو أن زلزالا أصاب اليمن لكانت نتائجه مع أهوالها أخف على اليمنيين من كارثة النكبة الحوثية. سيعاني اليمن من مصيبة 21 من سبتمبر لعقود، لكنها ستأتي أيضا على الحوثية بالخسران والوبال كونها أصابت كل بيت يمني. أما الصحفي همدان العلي فغرد بالقول: ما حدث أن مجموعة من اللصوص اقتحموا منزلا كبيرا وقاموا بطرد بعض ملاك المنزل وأبقوا البقية كرهائن بعدما جوعوهم ونكلوا بهم، ثم أطلقوا على هذه العملية اسم ثورة 21 سبتمبر.